السنترال انجل. مين هي السنترال انجل يا شباب؟ السنترال انجل، بص هنعمل زوم كده، الانجل اللي اسمها اي ام بي. الانجل اللي اسمها اي ام بي دي قدامها ارك اسمه اي بي، ارك اللي هو القوس اللي قدامك ده اللي هو اي بي. الميجر بتاع الانجل دي ايكوال الميجر اوف ارك. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عندك ان دي ايكوال 50، انا هحاول نكتب بقوس هنا دي ايكوال 50، هيبقى لو ميجر اي ام بي ايكوال 50 هيبقى عندي برضو ان الاي بي ايكوال زيها كام؟ ايكوال 50. لو 30 يبقى دي زيها في 30. طيب نشوف المساله اللي قدامنا دي كده. ميجر اوف انجل اي ام بي ايكوال 30، يبقى الارك اللي اسمه اي بي ايكوال 30. انا عندي الارك اللي اسمه اي بي ده ليه اسمين، يا اما اي بي مينور، مينور يعني الصغير اللي قدامك الاي بي اللي قدامك ده. طيب لو عايز اقول بقى اي بي ميجر اللي هو بالعكس، الاي بي ميجر اللي هو هيكون بالظهر كده هيبقى بكام بقى؟ ها هيبقى 360 ماينس 30، لان السيركل كلها ب 360. يبقى لو طلب مني هو هنا الاي بي ميجر اللي هو اللي لسه معلم عليه ده، المينور، المينور اللي هو ده، ده كده المينور اللي قدامك اللي هو الاي بي ده، لكن الميجور اللي هو في الظهر ده كده. اتفقنا يا شباب؟ طيب تعال نشوف، مديني هنا في المساله اللي قدامي ان ميجور اللي عندك الاي سي او الاي ام سي ايكوال 30. ولو عايز اتكلم انا على ارك بتكلم عليه بكتبه بالطريقه دي كده يا شباب، اهو بكتب كده ميجور السي دي تو ميجور الدي بي ايكوال 32. هحلها ازاي او هقسمها ازاي؟ هقسم بقى عندي، انا بدل عندي ديامتر هنا اللي اسمه اي بي، يبقى كل اللي قدامك ده ب 180. هيبقى عندي كده ان ده كده كله ايكوال 180 لانها سيمي سيركل. طيب انا مديلك ان دي بس كده ب 30، ومديلك الريشيو ما بين، مديلك الريشيو ما بين السي دي والبي دي، السي دي والبي دي الريشيو بتاعتهم كام؟ 3 ل 2. هبدا بقى اعملها ريشيو كده 3 ل 2 تو سم اللي هي 3 ل 2 لل 5. 180 ماينس 30 تطلع 150، احط تحتيها هنا اهو 150 واعمل كروس ملتيبيكيشن. لو انا عايز اجيب السي دي يبقى 3 تايمز 150 اوفر 5، لو عايز اجيب بي دي يبقى 2 تايمز 150 اوفر 5، هيطلع واحده ب 90 وواحده ب 60. حتة جالي بقى حتة مهمة جدا بيتكلم فيها على اللينس اوف ارك، يعني طول الارك اللي قدام حضرتك. الارك زي ما ليه ميجر ليه لينس، ليه طول بالسنتيمتر. القانون بتاعه بقى قال لك ايه هنا؟ اللينس اوف ارك، اللينس اوف الارك اوفر السيركمفرنس ايكوال الميجر اوف ارك اوفر 360. يعني ايه؟ الميجر اوف ارك مثلا اللي هو 120 بكتب فوق هنا قدامك هنا مثلا ال 120 وتحت ال 360 زي ما هي. تحت بقى هنا كلمة سيركونفرنس، سيركونفرنس اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ال 2 باي ار، عبارة عن ايه؟ 2 تايمز الباي تايمز الار. الار دي بقى الراديوس اللي هو هيديهولك. كل ال 2 والباي معروفة لكن الار هي اللي مش معروفة لازم ادراك في مسألة. تعال نشوف مسألة كده هنا اهو، بيقول لي فايند ذا لينس اوف الاي بي، عايز يعرف يا شباب كده اللينس بتاع الاي بي ده بكام. طيب تعال نشوف المعلومات، مديني السنترال انجل ب 120 يبقى الارك ده برده بكام؟ ب 120 زيه، يبقى الارك زيه ب 120. طيب الراديوس بكام؟ ب 21، يبقى اقدر اجيب ال 2 باي ار. يلا بقى نشوف القانون كده هنعمل فيها ايه هنا اهو، كتب 120 هنا اهي، كتب 120 كتب 360 2 تايمز باي تايمز ار، وعايز يجيب مين؟ عايز يجيب ال دي، هيعمل كروس ملتيبيكيشن بقى كده، هيعمل كروس ملتيبيكيشن هيديه المنظر اللي قدام حضرتك ده كده اهو، بتطلع بكام؟ ب 44. ممكن اجيبها لك كده، فايند the measure of arc which represent 1 over 3 the measure of the circle and radius equal 15. طيب هو ما ادانيش الميجر، قال لي 1 اوفر 3 مين؟ من السيركل. يبقى راح قايل له انا هنا بقى 1 اوفر 3 تايمز ال 360.
ادتني 120 يبقى انا عارف 120. الريديوس بكام؟ ب 15. يبقى اعمل نفس الكلام اللي عملته هنا اهو 120 اوفر 360 2 باي ار يبقى 2 تايمز 3.14 تايمز 15 وهعمل كروس مالتيبليكيشن اقدر اجيب ال. شوية مسائل حلوة هنا. ايه المعلومة اللي عندي؟ المعلومة اللي عندي ان البي سي ده كله ديامتر. ايه اللي استفدته؟ يعني المفروض ان مجموع الانجل دي كده كلها ب 180. يبقى هعمل ايكويشن تخص دي ودي بس. يعني هقول له كده ان 7x بلس 4x بلس 15 ايكوال 180. كونت الايكويشن من هنا. روحت مجمع الاكسات 7x و4x بقى معايا 11x وديت ال15 دي الناحيه الثانيه بعكس اشارتها بقى عندي 180 ناقص 15 ب 165 يبقى عندي 11x equal 165. اعمل ايه بقى؟ اودي 11 دي الناحيه الثانيه هيبقى عندك ان الاكس الواحده بكام؟ ب 15. بدل معاك الاكس الواحده ب 15 يقدر بقى ارجع عوض. يعني هنا هتقول لي 7 تايمز ال15 4 تايمز ال15 بلس ال15 15 بلس ال15 هتجيب كل الانجل اللي قدامك هنا دي وتشوف الانجل اللي هو ايه عايزها منك في المساله. شويه بقى معلومات مهمه جدا 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 وشويه سيرم هناخدها مع بعض. اول حاجه باجي بقول لك لو انت عندك الانجل قد الانجل ايه اللي هستفاد منه؟ لو الانجل قد الانجل ها هيبقى الارك قد الارك، هيبقى الميجر قد الميجر، هيبقى اللينس قد اللينس. يعني هنا اللينس بتاع الاي بي قد اللينس بتاع الدي سي. العكس بقى لو اللينس قد اللينس يبقى الانجل دي قد الانجل دي. اتفقنا يا شباب؟ طيب هدخل معاكم بقى دلوقتي هنا مين؟ الكورد. الكورد اللي هو اسمه اي بي المرسوم كده ده. لو الكورد قد الكورد، لو الكورد اللي قدامك ده قد الكورد ده، ايه اللي هستفاده؟ هيبقى الارك ده قد الارك ده، هيبقى السنتر الانجل دي قد السنتر الانجل دي، والعكس صحيح. لو السنتر قد السنتر يبقى الارك قد الارك، يبقى عندي الكورد قد مين؟ قد الكورد. فهمتوا يا شباب؟ السيرم الثالثه بتاعت البارل. لو انا عندي تو كورد بارل زي اللي قدامك ده، يعني الاي بي بارل للدي سي، ايه اللي هتستفاده بقى حضرتك من البارل؟ ها هلاقي ان الارك ده قد الارك ده، الميجر بتاعه قد الميجر بتاعه. يعني لو الاي سي 50 يبقى الدي بي قدامه 50. يعني لو ده كده 50 هيبقى ده الناحيه الثانيه برده كام؟ ب 50. لو ب 30 يبقى ب 30. مين يا مستر بعرفهم منين؟ لما تلاقي في اتنين بارل زي اللي قدامك دول كده، الخط ده والخط ده، ما بينهم اللي اتزنقوا في النص دول تو ارك ايكوال، تو ارك ايكوال. طيب ده مش مع ده بس، ده مع تانجنت وارك. يعني اللي قدامك الدي سي ده تانجنت والاي بي ده ها ده ارك، الاي بي ده كورد، يبقى الاركين اللي بينهم اللي اسمهم اي اي والبي اي الاثنين قد بعض، يعني الاي اي ايكوال البي اي. نفس الكلام برضه لو انت معاك دايامتر، لو كان هنا عندك دايامتر وتانجنت يبقى الاثنين اللي بينهم قد بعض، معايا دايامتر وكورد يبقى الاثنين اللي بينهم برضه قد ايه؟ قد بعض. يا شباب تعال نشوف كده مساله هنا. عايز مني measure of angle BAC، عايز ال BAC، عايز الانجل دي. ادى بقى انت كده فكر، انا عندي ان اللي فوق ال AX وال CB الاتنين مالهم كده ها الاتنين equal لبعض. بص اكتب لك ايه؟ AX parallel لل BC و measure of arc AB equal measure of arc ال AC، عشان الاتنين دول ما بينهم ال AB equal ها ال AC. يبقى الانجل البي قد الانجل سي ب 35 و 35، يبقى الانجل اي ايكوال 180 ماينس 35 بلس 35، يطلع الانجل اللي فوق اللي اسمها اي ايكوال 110. دي الانجل اللي هو عايزها اللي اسمها اي اي سي. يا شباب نروح المساله دي هنا. اي بي سي دي از ريكتانجل، بروف ذات ان الاي اي ايكوال البي سي. اي اي ايكوال مين؟ ها البي سي. هعملها ازاي؟ هوم دي ريكتانجل. استفاد ايه بقى من يا شباب من ريكتانجل؟ من ريكتانجل يعني الاي بي ده قد مين؟ قد الدي سي ده. طب انا مديك جيفن ان الدي سي قد سي اي، ايه اللي هستفاده؟ يبقى الاي بي كمان قد مين؟ قد سي اي، يبقى الاثنين دول قد بعض. هعمل دلوقتي ادنج للبي اي، هزود دي للاولاني ده وهزود دي للثاني ده. هيبقى عندي ارك كده كبير اسمه، اسم الارك دلوقتي عندي اي بي اي تمام، والارك التاني اسمه سي اي بي.
الاثنين دول قد بعض. ليه؟ انت مش معاك ان الاي بي قد السي اي، زودت لها انا بقى مين دلوقتي الحته المشتركه دي. لو انت خدت بالك هتلاقي الحته دي كده مشتركه، الحته اللي اسمها البي اي زودتها لده وزودتها لده، يبقى الاي اي كلها ايكوال السي بي كلها. تعال نشوف البروف بتاعها هنكتبه ازاي. اي بي ايكوال السي دي، اي بي ايكوال السي دي اهو عندك من ريكتانجل، والاي سي ايكوال السي دي ده جيفن، يبقى الاي بي ايكوال السي اي، يبقى ميجر اوف ارك الاي بي ايكوال ميجر اوف ارك السي اي. باي ادينج البي اي للاثنين بقى، هزود البي اي للاثنين، ايه اللي هيطلع لك بقى دلوقتي؟ هيطلع لك ان الاي اي كله ايكوال السي بي كله يا شباب.